نخش دبل كليك على الفريش نفسه اهو دبل كليك، واقول له في حاجه اسمها جرافيك اوفر رايد، جرافيك اوفر رايد، واقول له اديت وغير اللون الازرق ده. خلاص انا خليته فريش، فانا هخليه مثلا لونه بقى ايه، مثلا اورنج ولا حاجه. اذا انا دلوقتي بص بقى هنا، اه تمام كده، يبقى الضغطات بقت كل واحد بلون اهو. خلاص يا جماعه، يبقى انا دلوقتي عملت اول خطوه في التمبلت. خلينا بقى ماشيين واحده واحده كده، تعالوا. يبقى انا كده اول حاجه في التمبلت اهو دي خلصتها. ماشي، هل خلصتها كلها؟ لا لسه، خلي بالك بقى انا ما خلصتهاش كلها. تعالى بقى نشوف ليه ما خلصتهاش كلها. عايز مثلا اه اعملها بالاسود عادي واخليها لون كده. طيب انا ليه بقى لسه ما خلصتهاش؟ لان انا محتاج حاجه تانيه. بص بقى، اولا محتاج ان كل سيستم يبقى بلون، ودي اتعملت خلاص معموله اهي خلاص كده. طيب تاني حاجه، انا محتاج كل سيستم ياخد حاجه اسمها ابريفيشن. يعني ايه ابريفيشن؟ خد بالك من حاجه، انا هسالك سؤال، وانت بتطلع الشوب درونج، وانت بتطلع الشوب درونج، هل الشوب درونج ده انت بتعمله هل انت بتكتب مثلا وانت بتدي انفورميشن، هل انت بتكتب فريش ضغط، بتكتب كلمه فريش مثلا؟ احنا لسه هناخد الشوب درونج بالتفصيل، فاللي مش عارف الكلام ده مفيش مشكله. فريش اير ضغط، هل انت بتكتب كل الكلمه دي ولا بتكتب اختصار؟ لا بكتب اختصار، بكتب اختصار اللي هو ايه، اللي هو مثلا اف اي دي مثلا، اي دي بس كده خلاص، بعمل اف اي دي بس. ليه؟ فريش اير دكت، وعندي حاجه اسمها ليجن ببقى فيها كاتب اللي الفريش اير ده، اللي الاف اي دي دي اختصار فريش اير دكت. كل ده هندرسه بالتفصيل في الشوب درونج احنا لسه، بس انا بس بقول لكم. فانا طبعا لو اللوحه عندي زحمه وفيها دكتات كتير، ما ينفعش عند كل دكت اقعد اكتب فريش اير دكت، فريش اير دكت، فريش اير دكت، ما ينفعش طبعا. تمام؟ لا انا بكتب اختصار اف اي دي. طيب هل انا بكتب بقى مانيوال اجي عند كل دكت واكتب اف اي دي اف اي دي؟ لا انا بعرفها جوه السيستم، انا بعرفها جوه السيستم. طيب بنعرفها جوه السيستم ازاي؟ تعالوا بقى نشوف. عندي مثلا السبلاي اير، هدوس عليه دبل كليك، الاقي حاجه اسمها ابريفيشن، فهكتب اس اي دي، يبقى ده كده سبلاي اير دكت. طيب تعالى نروح للريتيرن، الاقي هنا ار اي دي، ريتيرن اير دكت. طيب هروح للفريش، اكتب هنا اف اي دي، فريش اير دكت. طيب تمام، اجي هنا عند الاكزوست هروح قايل اي اي دي، اكزوست اير دكت. اذا اصبح اللي انا عندي كل دكت ليه اختصار، كل سيستم لازم تعمل له اختصار. طب لو مسكت بقى الدكت بص كده، تعالى ننزل بقى في البروبرتس بتاعته، هتلاقي هنا اف اي دي، اف اي دي. طيب تمسك ده هتلاقي البروبرتس بتاعته، انزل هتلاقي ار اي دي. خلاص بقى في البروبرتس بقى، اي ضغط هترسمه حتى لو رسمنا واحد جديد، بص كده اهو ده ضغط جديد اهو لسه جديد، تعال امسكه كده هتلاقي الاختصار اس اي دي. تمام كده يا جماعه، اذا احنا عندنا اللي احنا عندنا حاجه اسمها سيستم ابريفيشن، ده اختصار. الاختصار ده لازم اعرف كل سيستم فيه اللي انت عندك حاجه اسمها ابريفيشن. طيب تعالوا بس نشوف حاجه، او يبقى انا كده اول خطوه في التمبلت عملتها، اول خطوه في التمبلت عملتها اللي هي ايه، اللي هي دكت سيستمز سبلاي ريتيرن اكزوست فريش. تمام كده يا جماعه.